قرار كويس، ويا ريت تسكروها على طول، نسكروها احسن كمان بكون افضل يعني، لانه يعني بتعمل مشاكل مرات يعني، في منهم بيطلعوا سكرانين وايش وشغله زي هيك وبيعملوا مشاكل. طبعا طبعا ضروري، لانه هذا شيء فساد للمواطنين وللشباب. طبعا بأيد، وبأيد كمان اغلاق نهائيا كمان الخمرات والنوادي الليليه. اما احنا بدناش نقول اغلاق نهائيا يعني للساعه 12 ممتاز. لا بالبدايه لا مع اغلاقها، حتى يعني لا هون بالمملكه هون لازم اغلاقها، لانه احنا مملكه اردنيه هاشميه وهي بتتبع لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فاغلاقها هو الاحسن حل يعني، لانه المشاكل كثير، الاشياء اللي عم بتصير خاصه بالليل يعني السكران الهايه كثير يعني، وخاصه في اماكن كثير عم نشوفها عم بتصير. صراحه انا ضد يعني انه عادي يخليها بلد تشتغل صراحه، هاي بالنسبه لي سياحه وهي بتجيب مصاري للبلد، لانه كثير عندنا من الخليج بيجوا بيدفعوا مصاري كثير بهاي المواضيع، فخليها لا بالعكس. انا بشجع انه تضل فاتحه للصبح كمان، مش بس لل 12 او للوحده. طبعا بايده، مش اغلاقه بس مبكرا، اغلاقه تام اكيد. والله بايده انهم يقفلوهم على طول مو مبكرا، انه يلغوهم نهائيا. احكي يعني لي عن الاسباب. طبعا يعني اسباب انحلال يعني خمارات وكبريهات، انحلال طبعا راح ياثر على الشباب يعني الصغير يعني، شاب بجر شاب، شاب بجر شاب على هالاماكن هاي يعني، وبالنهايه راح يكون هذا يعني مو كويس للبلد نهائيا. نأيد ما في مشكله، انه صراحه صارت شغله زياده يعني، صار في يعني صارت زياده الشغله، وتشوف يعني الناس مو غريب المنظر يعني، لأنه منظر مو طبيعي صراحة، الشباب منتهي غشيمة.